أيها المواطنون، إننا إذ نتطلع معا إلى المستقبل بتفاؤل كبير وعزم أكيد على تحقيق المزيد من الطموحات، فإن ذلك يتطلب أولا وقبل كل شيء الحفاظ على نعمة الاستقرار وكل النعم التي أسبغها الله على بلادنا، كما يتطلب تكثيف الجهود إلى أقصى حد ممكن لبناء عمان المستقبل بمشيئة الله. وعلينا وفي كل وقت أن نستمد من ديننا الحنيف وتراثنا العظيم وقيمنا العمانية الأصيلة ما ينير لنا الطريق ويقوي من عزائمنا لنؤدي واجبنا نحو بلدنا وأمتنا والإنسانية جمعاً.